تعمل شركة أبل على تطوير سيارة كهربائية ضمن مشروع سري داخل الشركة أطلقت عليه اسم تيتان، بدأ منذ قرابة عام ويعكف نحو 1000 موظف تقريبا على العمل ضمن هذا المشروع. ولا يهدف المشروع بالضرورة إلى دخول الشركة وتطوير وصناعة السيارات، لكن وحسب ما أورد التقرير فقد يكون مساعدا في عمليات تطوير البرمجيات المخصصة للسيارات، خاصة في ظل دخول الشركة بهذا المجال عندما كشفت عن منصة CarPlay التي تجلب نظام iOS للسيارات. وأوضح التقرير أن عددا من مسؤولي أبل قاموا خلال الفترة الماضية بالتواصل مع شركات مصنعة للسيارات، وذلك لتولي عملية تصنيع التصاميم التي تطورها الشركة أو للقيام بتزويدها بالقطع الداخلية اللازمة في التصنيع.